الناس كانت بتعيش في حاله اظلام وما بتعرفش تذاكر، مش عارفه تعيش اساسا. فكره ان يبقى عندك الكهرباء متوفره بشكل دائم وبهذا الشكل اللي احنا عليه الان، ما بيحصلش انقطاعات نهائي حتى في القرى وفي النجوع اللي كانت في بعض الاحيان بيقطعوا لها الكهرباء عشان يدوا المدينه. كانت القرى بتحرم من الكهرباء في وقت من الاوقات عشان يدوا المدن. الحقيقه ده ما بيحصلش، لكن برضو انت محتاج تعمل موازنة، توازن ما بين ديمومة هذه الفكرة وديمومة انه الكهرباء تبقى موجودة عندك بشكل دائم، وان احنا نترفق. هقول لك على حاجة، نكيت بلغة التجار، بمعنى يعني لا تكسب ولا تخسر.